من أغرب أنواع غوص الكهوف اللي ممكن تغوصها في حياتك الغوص على مقابر حضارة المايا في أمريكا اللاتينية من خلال النزول بالحبال إلى غرف تحت الماء لا يمكن لأي كائن الخروج منها. ويعتقد بأن هذه المقابر كانت للتضحية بالبشر من أجل التقرب إلى الرب حسب معتقداتهم، كما هو الحال في الكثير من الحضارات القديمة الأخرى. ففي هذه الغوصة يمكنك الاطلاع على الكثير من الرفات والعظام والجماجم التي بقيت هناك منذ آلاف السنين لتحكي قصة هذه الحضارة. كان هذا جديدنا لكم اليوم، وأهل البحر يعيشون.